الأمسية التراثية الجميلة شوطا تلو الآخر، انطلاقة سليمة لشوطنا الثاني عشر، وهو شوط الختام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة مع سن الثنايا، الشوط الخاص بالثنايا الابكار المهجنات الأصايل من أعلنت انطلاقته منذ لحظات في هذا المهرجان، مهرجان فخري الأجيال ويومنا الرابع. ننطلق بالصدارة وأرى برمودة من شكلت هذا الانطلاق المتميز، شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري نتابع المركز الثاني، ومن الجانب الاخر ارى هناك المتحده سعيد بن حمد بن مسرح من جمهور الاحبابي في متابعه وانطلاقه المتحده، ومع المركز الثالث شقره شعار راشد بن حمد بن راشد الفزيره مع المركز الثالث، الثلاث المراكز الاولى اللي ابتعدوا ابتعاد كلي عن البقيه، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات ايضا الانطلاق لبشاير شعار يمعى بن حمد الكيبالي مع المركز الرابع والخامس التحديات. مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع المركز الخامس وأرى التسلل، أرى القدوم من المزعلة رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين، من يتابع هذا الانطلاق المتميز مع المركز الخامس والسادس التحديات. مشاهدينا عمير بن حزمي بن قناص العامري، المركز الثاني الشاهنية علي بن حليس بن سعيد العفاري، يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة وانطلقن الثنتين، انطلقن الثنتين بعد المسافة، بعد المسافة، السلامات عيناوية، السلامات عيناوية، يا سلام يا سلام يا سلام، مع الثنتين مع الثنتين، ولكن الضبية هي الأقرب، الضبية هي الأقرب، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت الضبية، انطلقت الضبية، هدي أعصابك يا أخوي، خلي أعصابك هادية، انفلتت الضبية بناموسي هذا الشوط، باعدت المسافة، باعدت المسافة، تهانينا لعمير بن حزمي بن قناص العامري، وسلام يا العين سلام، وسعدت مساء يا هالي زاخر مع الأداء المتميز اللي تقدمه الضبية، تنفرد بناموسي هذا الشوط، باعدت المسافة، باعدت المسافة، ارقصت في اللحظات الأخيرة، تهانينا لعمير بن حزمي بن قناص العامري على فوز الضبية بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية، سلام يا زاخر سلام، اسعدت مساء مع هذه الأمسية التراثية الجميلة، تهانينا لعمير بن حزمي بن قناص العامري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. المركز الثاني جميلة لسالم بن محمد بضبيعة، المركز الثالث تصل فيه الصاملة علي بن عبد الهادي المري، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام الواصلة لسالم بن سعيد اليربوعي، المركز الخامس غلا لمسعود بن سعيد بن سالم الفهيدة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع التوقيت الزمني، لحظات وصول الضبية 13 دقيقة 5 ثواني وفاء وتماما، تهانينا لعمير بن حزمي بن قناص العامري، وسلام يا زاخر سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته الضبية، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جميلة تصل ثانيا، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة بالتأكيد، تهانينا لسالم بن محمد بضبيعة الكتبي، تقطع المسافة جميلة في 13 دقيقة 13 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، واللي وصلت مع المركز الثالث صاملة، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 14 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا ايضا لمالك الصاملة علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري، تهانينا لجميع الفائزين. وصلنا الى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع والى الملتقى.